نحو 9 ملايين مشاهدة في يوم واحد حققها فيديو نشرته قناة قمة الرياض على يوتيوب بعنوان الرياض عاصمة القرار والعزم. هذا الفيديو الذي تم تداوله بكثرة أثار إعجابا كبيرا، ويقف خلفه مصورون ومخرجون سعوديون استطاعوا الاستفادة من اليوم الأول من زيارة الرئيس الأمريكي للخروج بهذا العمل. نتابع. وفي هذه الزيارة التاريخية ظهرت صور متميزة استطاع فيها مصورون سعوديون الخروج عن المألوف، وأظهروا جانبا إبداعيا وفنيا وليس إخباريا فحسب. نتابع ما أنتجته عدسات نحو 20 مصورا سعوديا. مع نتائج التصويت وأبرز الصور التي تم تداولها بشكل واسع عن زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الرياض. في أمان الله.